الاستاذ محمد نجاتي. احنا كان لنا كلام في الكواليس وحضرتك يعني انا اتشرفت بمعرفتك ودايما ناجح ومتميز. تعليقك ايه على حضرتك شفته؟ وانا عارف ان حضرتك هيكون ليك دور في الفتره اللي جايه في الانطلاقه الجديده. والله انا كان نفسي اكون واحد من الشباب دول، يعني ايامنا احنا ما كانش فيه التوعيه دي على رياده الاعمال، واللي كان فينا بيحاول يعمل مشروع كان بيبقى يعني مختلف عن الاخرين. فمبسوط جدا ان وزاره التربيه والتعليم بتتبنى مشروع زي ده، وده ممكن يغير الفكر بتاع الشباب من وهو صغيرين عشان يكبروا يبقى ده العادي ويتعلموا يعملوا فلوس من سن صغير فيخفوا على اهاليهم شويه. يعني يذاكر بقى، يذاكر كتير يعني، برضه مش حسب والله يعني فخر يعني. لما نشوف ان وزاره التربيه والتعليم اهتمت بمجال رياده الاعمال، وزي ما الكل اللي موجود بيقنع ان احنا مصطلح رياده الاعمال ده احنا لسه واحده واحده بنعرفه اكتر، الجيل الصغير ما شاء الله عرفه من بدري. فحضرتك شايف فكره دخول الوزاره بالقوه دي واهتمامها بمجال رياده الاعمال ازاي؟ والله الموضوع عظيم بصراحه. يعني انا كنت لسه بتكلم مع زميل ليا دلوقتي قبل ما نطلع على المسرح، بقول له على ايام ما احنا كنا يعني من 10 15 سنه ما كانش فيه الفكر ده، ما كانش فيه الموضوع ده خالص، وكان الناس يا اما تطلع دكاتره يا اما تطلع مهندسين، هو ده الفكره. يعني الناس اللي زي حالاتي كانوا بيعتبروا خارجين عن المنظومه. يعني حتى انا ما عرفتش اشتغل في كذا شركه اول ما اتخرجت، القصه دي قبل كده، وده شجعني اكتر ان انا اركز قوي في ان انا اعمل شغل. يعني فده انه بيدعم الوزاره دي حاجه عظيمه، والناس دي هتكبر هتبقى هي الانجن او هي الموتور بتاع الاقتصاد. لان لو حضرتك فكرت فيها، الشركات اللي النهارده عملاقه هي بدات شركات بسيطه جدا. يعني في شركات عندنا في البورتفوليو او في المجموعه لمت مئات الملايين من الدولارات، بدات في شقق صغيره وبارقام صغيره. فالموضوع في الاخر انه يدعم من كيان زي وزاره التربيه والتعليم دي حاجه عظيمه، ولازم اللي ينجح من الدوري ده باذن الله يكمل ويستمر وما يفقدش الامل، عشان ده هيدي امل للاصغر والاصغر والاصغر، وهي دي الرحله. تنصح الشباب باختلاف الاعمار الحقيقه، وكل واحد مقبل على الفكره ومتردد وبيقول خلاص بقى يا عم خلاص بعد ايه بقى يا عم بعد مش الجمل اللي احنا بنقولها لنفسنا، بنقنع اساتذه احباطنا نفسنا يعني. ولكن بوجودنا النهارده اعتقد ان لا مجال للاحباط. فرساله ممكن حضرتك تقولها للجميع النهارده يا استاذ محمد؟ والله احنا يعني شركه زي حالا النهارده يونيكورن، شركه زي كريم النهارده يونيكورن. انا شفت بدايات الشركات دي وكنت جزء منها، ما كانش حاجه خالص يعني، ما كانش شقق بسيطه وناس بسيطه ما عندهمش امكانيات تماما يعني. بس نختار حاجه مطلوبه في السوق، والتمويل يبقى تمويل ذكي مش تمويل وخلاص. وبصراحه الدوله دعمتنا جامد جدا في حالا، يعني لازم اعترف بده. كانت الفكره غريبه ومش الفكره العاديه، بس لما قابلنا سياده الرئيس في 2018 وشرحنا له الفكره وخدنا دعم كبير جدا من جميع الوزارات فرقت معانا. فان الوزارات مركزه مع الافكار ده بيقوي قلب رائد الاعمال، ولو رائد الاعمال او رائد الاعمال قلبهم بقى جامد الباقي كله سهل بقى، فلوس بتيجي والفريق بيجي وكل حاجه ربنا بيكرمنا بيها يعني. طيب احنا هناخد راي رائد الاعمال بسن مختلف شويه. يا استاذ يوسف انا عايز منك نفس اجابه السؤال،